السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل المتابعين مشاهدينا على قناتنا قناة تربية تسميل أغنام الألف الياء. النهاردة إن شاء الله دي حالة من حالات التهاب الضرع. دي معزة كان عندها خراج في الضرع زي ما أنت شايفة، خراج فتح، بنطلعه أول حاجة طبعا صفينا الضرع، صفينا اللي فيه. خلي بالك لازم تصفيه أي حاجة عشان ترميه بعيد، عشان ما ينقلكش المرض للباقي الأغنام. لازم تصفيه وتتخلص منه في مكان بعيد، تدفنه او ترميه بعيد عن مكان المزرعه عشان ما ينقلكش المرض. واوعى تعصر الضرع، اوعى تعصره على ارضيه المزرعه عشان ما ينقلكش المرض تاني، يتنقل بكل سهوله لجميع الميز عندك او جميع الاغنام عندك. طبعا دي حاله تعتبر خراج التهاب وعمل خراج اهوت، والخراج فتح زي ما انت شايف، وده يعتبر المسمار بتاع الخراج. شايف الالتهاب ده؟ خراج واتفتح، ودلوقتي نوريك ازاي هتتعامل معاه وهتنضفه. طبعا هنقول لك الادويه اللي هتستخدمها ان شاء الله. دي حاله من حالات الالتهاب. الالتهاب ليه اكتر من حاله، لازم تتخلص من الحاجات دي بعيد. شايف المكان؟ هنستخدم البيتادين. البيتادين طبعا لازم هتهتم بالتطهير يومي، معاك بتدين، معاك جنديانة، اي مطهر. طبعا بتدين افضل المطهرات، بس لازم تعبي التجويف الفتح ده. بس اول حاجة هنعصر، هنشوف لو في اي حاجة تانية هتطلع. لا ان شاء الله نعصر من الحلمة نفسها كمان. اي شايف الافرازات نزل ازاي؟ دي المدة. شايف كل ده؟ ما تنزلوش على أرضية المزرعة، لازم ترميه في حاجة وتلمه بعيد، ترميه بعيد عن مكان المزرعة. طبعا الحالة ديت أنا المعزة يعني مستخسر أتخلص منها. المعزة ما شاء الله عليها معزة نظيفة، بس حتى لو قعدت ببز واحد، البز التاني سليم الحمد لله. لو قعدت ببز واحد أنا ما تزعلنيش، مش مشكلة، المعزة سرولتها نظيفة. فعشان كده أنا بنحاول معنا إن الحالة دي تعتبر حالة متقدمة خالص، بس بنحاول معاها ان شاء الله. ولو هنتابع مع بعض ان شاء الله بالفيديوهات ان شاء الله هنتابع مع بعض حاله العلاج لو خفت ولا البز حصل له تليف. هو احتمال كبير البز ده هيحصل له تليف، بس المهم نعالج الخراج ده ضروري. شايف هندخل بتاع دي في الفتحه، هتعبيها بتدين. بس طبعا الكلام ده هيبقى كل يوم لغاية ما الجرح يلم وتخف. بس طبعا الإبر اللي هتاخدها يوميا هتاخد بنسلين لمدة حوالي 10 أيام. بس يوميا هتاخد بنسلين ومضاد التهابات. هنديها المعزة دي ما شاء الله حجمها كبير، هتاخد حوالي زي 6 سم بنسلين كل يوم. المعزة ما شاء الله حوالي 60 كيلو، هتاخد كل يوم 6 سم بنسلين لغاية ما الجرح الخراج يخف ويقفل. وتهتم ضرورة تطهير يومي عشان الجرح كبير، الخراج كبير زي ما انت شايف. الكاميرا ان شاء الله تكون مبينة حجم الخراج اهو زي ما انت شايف اهو. ناصر برضك تاني، شايف البتادين بينزل من جوه من ناحية التانية. عاوز اتأكد البتادين وصل خراج بالكامل. زي ما قلنا المضاد الحيوي هتاخد يوميا بنسلين ومضاد التهابات لغايه ما الجرح ان شاء الله يخف، او لغايه ما الضرع هيحصل له حاله تليف وهينشف خلاص، بس الجرح يلم يبقى كده خلاص. دي البز ده مش هيجيب لبن، او ان شاء الله يكون يخف باذن الله، ان هو الملمس بتاعه لسه مش محجر ان شاء الله. باذن الله يكون في امل ان شاء الله انه يخف ان شاء الله. وهنتابع مع بعض بالفيديوهات ان شاء الله. واذا عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.